لغة بمعنى الحد والقطع. العرف لغة بمعنى الحد والقطع. واصطلاحا يعني عند علماء الفرائض مقدر شرعا لمن الوالد. هل يزيد وينقص؟ نقول لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعون. عرفنا الرد، ما هو العون؟ هو زيادة في السهام ونقص في الأنصبة. زيادة في السهام ونقص في الأنصبة. ألك الليلة عن زوجين زوجين سنة دي سنة 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 Thank you.